يعني انا هاتش هاد الحمل مادام خرجت ليه حتى غادي نهزو وغادي باذن الله وهاد الناس وهاد المغاربه كاملين وهاد الوالدين اللي هما الناس مفتقدين يا يعني يشوفوا والديهم كون صابوا يمشوا الروضات يحلوا القبور ويجبدوا والديهم وما لقاوهمش وانا نفرط فيهم لا يمكن <applause> لا صافي ماشي مشكل انا دابا كلشي غيفوت انا صافي صافي انا عارف مقلقه وقلبك عامر ولكن ماشي مشكل انا عمري ما قرأت الكتب عمري ما كتبتها عمري ما دخلت شي مدرسه عمري ما دخلت شي بلاصه المدرسه عمري ما هو خويا الزيت باربع سنين باقي كيقرا كي ها هو نقولها لكم في يعني وجهه هزيتو من بالقابره كسيتو صبتو ما خليت ما درت عليه خويا عزيز عليا انا ماشي غندوز خويا خويا أكبر اللي عزيز عليا هو كي يجي حتى للمدينه كيقلب عليا بالليل ونهار داكشي اللي مكبوب ليا مكبوب عليا بصح انا راه الدار كدا كان مسلوك كنخلي ماما تا كينعسوا في النهار زيد وكنزيد السلام عليكم وشكرا لكم خوتي وشكرا لاذاعه مغرب نيوز أنتم وقفتوا معايا وبقفتوا معايا في بزاف الحوايج وشكرا للاخ يوسف وشكرا لك انت اخويا وشكرا للمواطنين المغاربه كاملين على ذاك الوقفه اللي وقفتوا معايا لا انا ولا اختي ولا داك الوليد الصغير وكما شفتي في لا فيديو اللي كنتي دوزتو معايا راه كان الوليد صغيور ودابا الحمد لله راه را ولات عنده 9 شهور أو درنا واحد عاوتاني واحد الجوله اخرى عاوتاني خرجنا نقلبوا الحمد لله وكانت النتيجه بعد اتصالات ديال بعض المواطنين ها هي اختك هنا ها هي كاينه هنا ها هي نعسه في هذه الجرده ها هي نعسه تحت هذه الكاميوه مهم كاع البلايص اللي كان الطاقه منهم الاتصالات كنمشي ليهم ما كنلقاش والحمد لله هاد اليومين الاخيره خرجت بعد اتصل بيا شي واحد الناس مشيت خرجت وقلبت ولقيتها فعلا وما لقيتهاش في المدينه لانها غيرتها باش ما يبقاش خوها يقلب عليها تما خرجت ليا لجيت ولاد صالح يعني طريق بوزكوره يعني بحال اللي قلتي زادت 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 بعدت عليا الطريق المهم ما عليناش انايا مشيت هذيك تتبقى اختي وضروري خصني نجيبها لانني عندي واحد المولود اللي هو ولدها واللي هو خاصين وثائق اداريه باش هو يدير وثائق ديالو كاع كي بحال كاع جميع الاطفال المغاربه وجدتها كيما شتي وها هي دابا هذا هو النهار الثالث دابا معايا من بعد مدارك وحد ما دارت لي واحد الضجيج راه ما نعاودش لك راه كيف وريت الاخت داجيج لانها كانت بغات تطج عاوتاني وبغات تخرج وقاومت الحمد لله وما خليتهاش وبقيت كراري فيها على حساب العقليه اللي عطاها الله حتى لحد الان دابا ها هي ولات دابا معنا باش اخويا دير ليا تنازل الام الحقيقيه لذاك الوليد باش نجمع الدوسي كامل وندفعوا للمحكمه باش ذاك الوليد نديروا ليه ديالو ديال التبني انا والمدام عندي ويعيش وسط عيشة عائلية وسط جده وجداه وسط خالو وهي اش غنقول لك وهي الله يهديها والله يرد بها والله يعفو عليها انا راه خوها وكيقول لك المثل الحم اللي تيخلى مالي واختي هادي راه ما, ما نفوتها وما فتهاش يا قدام الكاميرا يا ورا الكاميرا راني ما فايتش اختي ولكن هي ما تساعدني وما بغاتش تكبر بيا كبرت بها انا يعني طايفت معايا طايف اللي ما يطايفش ترونسبورات جري هكا جري كان ما كنريحش الليل كامل ولكن اختي راه اللي فراسها فراسها الله يهديها الله يهديها اللي فراسها ها هي كما شتي هي جات والتفكير ديالها فوق تخر فين الله اعلم يعني السيده ما باغاش تريح معنا في الدار واختي راها مريضه مرض نفسي والوالد ديالي راه كان كيعالج لها من كنا في الباديه وكان عندها تخطيط تخطيط طبي اللي كيدل بان هاد السيده مريضه مرض نفسي اللي العلاج ديالها شويه صعيب وصافي الوالد مسكين راكم عارفين مع الكبر السن ديالو ما قدرش يكمل معاها وخاد ليها داكشي اللي على قد الحال الفانيد اللي كان خرج ليه الطبيب واختي ما التوش مني ما كملتوش اخويا راه خرجت بنت 14 عام ودوزت حياتها كامله في الشارع ومع مع مع, مع الناس اللي ما كترحمش يعني ليل ونهار وشتا وصيف وبرد وعجاج وكل شيء دوزته اختي وداك انا تقريبا شتو انا شتها فين كتنعس ملي كتنقلب على شت فين كتفرش فين كتنعس واش غنقول لك الله يهديها وانا راه معمرني عمرني غنفرها كتبقى دار والديها هادي وهي راه دار والديها وحق والديها هنا وحق ولدها هنا يعني لا بغات دارهم ما دام ها هي قاسم ايها الثلاث ايام انا راشد اختي ها داركم وها بلاصتها فين كتنعس وها بلاصتي انا فين كان فين كان الناس وراه لا كتنعس ليه كنضل حاضيهم كاملين وانا راه ما عمرني غنجري عليها وها هو الاختيار كيبقى بين يديها انا ما عييت ما نطلب فيها ما عييت ما نحذرها با هو باقي حي ما عييت ما نطلب ما عييت ما ندير ولكن اختي عندها واحد التشويش وعندها واحد التفكير اخر اللي هي واخا تكون تهضر معاك هي في الموضوع اللي حنا فيه ولكن الدماغ ديالها راه في واحد القنت اللي هو داك القنت ماشي عالمنا وماشي عالم زوين وماشي غيكس غتكسب فيه الصحه وما غدير فيه والو غادي تدل راسها وغتخرج على دوكل الوليدات اللي هما تيضيعوا اللي هما كيتزادوا تشرد فوق تشرد وحنا اصلا حنا بغينا نحيدوا من البلاد حتى الى ما نطش انا اختي مريضه كدير هاد المشكل ما حبستهاش وخليتها غاده في الطريق اللي هي فيها ودوك الوليدات كيخرجوا كيزيدوا في التشرد يعني اشنو اش كنتسموا حنا كنتسموا حنا خايبين ولكن انا اختي تبعتها باش نردها للطريق المزيانة واختي الله يهديها عند عالم ديالها بوحدو الله يهديها والله يهديها وانا راه مرتي راه اعز انسانه شتها في حياتي واطيب خلق الله لانها قالتها لها بالفم ديالها قالت لها شوفي يا رشيده انا راه هزيت لك ولدك وبالليل وبالنهار بمرضو بكل شيء ليه ولا بغيتي حتى تجلسي في الدار نهزك ونهز كي هازة واخرتها موت احنا ما كنفكروش في شي حاجه في الدنيا احنا تنفكروا عند الله سبحانه وتعالى لان هاد الناس كبار في السن الا ما وقفتش معاهم انا ومرتي راه ما اللي غادي يوقف معاهم ما كاينش اللي غادي يشوف فيهم ما كاينش اللي اللي يجيب لهم حتى خبزه التلفازه الا شعلتيها لهم ما كاينش اللي يطفيها لما لما ما لما تفواش لها الجيران ما طفيناش احنا ما كاينش اللي يطفي لهم برا اتاي كيشربوا بارد ها هو يقول لي الله ينزل عليك النعله الا ما كناش في الدار با كيشرب اتاي بارد حيت ما كيقدرش يقرب للبوطه كيخاف يخلي النفس وانا راه هذا جهدي انا راه جه... التقسيم انا انا راه تقسمت على النص انا راه خويا راني كي غنقول لك انا راه حياتي ما عشتهاش مع ولادي انا راه ما, ما كنخرج مع مرتي ما كندور ما والو ما ما عشت حياه الزوجيه اللي لكن... ك... كي كاع الناس عايشينها انا حياتي خصصتها لختي والوالديه ولد ولد اختي ومرتي قبلت على داك الشيء وحمدتك ربي وشكرتك وانا مازال باغي نزيد في هذا الشيء ولكن رشيده اختي ما بغاش تكبر بيا وما بغاش تقول هاد خو الصغير اللي كان هو عنده تسع سنين وطلع من فوق خوت اللي كانوا هما كبار في السن وراشدين وعارفين اش كيديروا وما قاموش بيا وما قاموش بيا وناض خويا الصغير اللي هو صغير سنا وناض وقام بيا الحمد لله وشد لي ولدي ودخلني لدار والديا واستقبلني باللي فيا وما لاحنيش ولكن اختي راشده ما بغاتش دير معايا هادشي اه كانت خدامه وشدك الشي بعينيه رشيد اختي با فاش كانت خدامه عند الحاجه وكتجي لينا دوك اللصقات كان خويا كان عنده مشكل وكان دوز الحبس وحق اسم الرحمن ولا ربي فوق منه وديك الملائكه اللي هاز الى اختي هي اللي كانت كتصرف عليه القفه ديال الحبس باش كتعاون مي كتعطيها الفلوس كتشد هي كانت كتخلص للسيمانه 6000 ريال السيمانه كتعطيها ديك 200 درهم والوالده كتزيد ديك البركه وكيديو داك الشيء اللي قسم الله لخويا ولكن كلهم من داروا الفلوس وداروا اللي داروا داروا وليداتهم كلهم حوزوا على اصلا هما ما عقلوش ليا تاع على يبقى بقاو عاقلوا ليا على اختي يعني انا هذا هاد الحمل مادام خرجت ليه حتى غادي نهزو وغادي باذن الله وهاد الناس وهاد المغاربه كاملين وهاد الوالدين اللي هما الناس متعقدين ايمتى يعني يشوفوا والديهم كون صابوا يمشوا الروضات يحلوا القبور ويجبدوا والديهم وما لقاوهمش وانا نفرط فيهم لا يمكن انا نهزهم بسناني ونخدم عليهم حثيان وداك اليتيم الحي انت وانا معاه واختي ما بغاتش ترضيني بما رضيتها كون بغات ترضيني برب الاله تنعيس احسن عيسى هذا ما هاك يا اختي رشيده وقولي لهم اشنو هو دارك وشنو هو اللي كتحسي به وشنو هو وعلاش ما بغيتيش تبقاي في الدار الشيء ديال الشعوذه الشيء ما كاينش انت يا مريضه مرض نفسي ودوزنا لك عند الطبيب الواليد يعني حنا هنا حنا كنا كنسكنوا في الكاريان اخويا حنا اصلا كنا شارين بيت وكوزينه في الكاريان اختي خرجت من الكاريان ما خرجتش من هنا انا <applause> يعني راه اختي راه خارجه من الكاريان من يلاه سكننا عام شرا لينا با بيت وكوزينه <applause> اختي ما لقاتش الخوت اللي غادي يساندوها دارتها ها, خرجت ما لقاتش اللي غيساندها كملت في هواها ما قال على حتى واحد كملات في هواها اختي <applause> هذا داركم هذا دار والديك اباك باقي حي امك هي والخمر يدارها بقى حيه هم خوك اطيب خلق الله كل شيء كاين عندك علاش انت بغيتي تعيشي هذا العالم ديالك انت اللي هو عالم فيه التكرفيس اللي هو عالم فيه التضيع اللي هو عالم فيه كتهرسي في صحتك وغتبقاي حتى شي نهار غتموتي حدا شي قول شي حاجه وما غنعرفوكش فين كنت يعني دابا عندك هذه الفرصه اللي عطاها لنا الله سبحانه وتعالى ودا قاومني وعطاني هذا الصبر كامل باش نخرج نقلب على كون جيبك لدار والديك انت وولدك حاولي تقبلي على وقولي لهاد الناس اشنو هو دارك وعلاش ما بغيتيش تجلسي في دار والديك حيت باك ما عمرو غيأنبك ولا امك ما عمرها لانهم دراف وعزاز عليهم يعني احكي لنا علاش انت ما بغيتيش تجلسي في دار والديك هاكي هاكي اختي هضرتي شويه قصحت الوقت ياك هضرتي ولكن كنقول لك كنقول لك هضره في الصميم اختي رشيده انا راه نحيد حوايج جو نعطيهم لك لبسيهم الا بغيتي تبقى ليا في داركم وراك شتي ديك اليمات ديال فاش فاش فتحتي كي تعاملت معاك ياك ديك وانا كراري في الدري في الصالون ياك وهاكي دابا قولي لي في قلبك قولي عادي جدا غادي نخوي قلبي على خوتي هاكي رشيده رشيده يلا صافي ماشي مشكل انا دابا كلشي غيفوت انا يعني صافي انا عارف مقلقه وقلبك عامر ولكن ماشي مشكل دابا كلشي غادي يفوت انا معاك حتى يدير الله تشاوي يلا هاكي عاودي السلام عليكم كثيرا انا خوتي لاباس عليكم هاني خوتي انا وانا علاش ما بغيتش نبقى في الدار بقيت في الدار خوتي انا راه داكشي قلت لكم انا راه قلت لكم قبيله اش واقع ليا هذاك الشيء راه هذاك هذيك خوتي انا ما, ما بقيتش انا علاش انا, بقايش أنا يا عادينا. 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 ما بغيتش نبرك هنايا انتما راه هذاك الشيء خوتي راه قلتو لكم قبيله اش واقع عليا عاودي لينا عاودي لينا ما انا جيت انا من من خويا الكبار مني انايا جيت انايا مشيت انا خدمت في واحد الشركه وهذيك الشركه خدمت فيها خدمت فيها من 18 عام القرايه عمري ما قريت الكتبه عمري ما كتبتها عمري ما دخلتش مدرسة عمري ما دخلتش بلاصه مدرسة عمري ما دخلت ليها علاش زعما خويا اللي صغير مني هو كي خويا اللي صغير مني دخلت المدرسة من كي يقرا عمري دخلت المدرسة ولا قريت ولا حفظت ولا درت هذاك الشيء اللي بغيت ندير لخاطري ما درتوش علاش تكب عليا هذاك الشيء بزاف وكثر عليا بزاف وخويا اللي كبر مني ولحني في البرج ولحني في الشتا وما خلى في اللحن كيقول يعطيني بتيسع بعدي منا من خرج صافي هزيت حوايجي وخرجت بهاديك 12 الليل صافي ما مشيت هوت على رجليا من هنا حتى للمدينة من كنا كارين في القامرة ديك الساعة مشيت على رجليا من المدينة هذيك الساعة ما كانو لا طوبيسات لا طاكسيات لا والو مشيت على رجليا غادة غادة غدا على رجليا من مشيت ملي مشيت للمدينة بقيت باركة تما القهوة اللي سولتها كيقولوا يا واختي القهوة اختي ما تدخليش لها القهوة اختي ما تدخليش لها القهوة اختي ما تدخليش لها بقيت باركة في الجردة تما نعست في الجردة مخل في الجردة ما واحد الموب ولا واحد الموبل الكحل درت كرتونة في الجرد في الزناقي تما شتا من السما بديت كنش بديت كنبكي الليل ونهار ما كناكل ما كنشرب ما كندير حتى شي حاجة لخاطري بديت كناو كنعيش من الماكلة الزرقاء وليت كارمة كيقولوا كي لي الناس كي الناس اللي تلاقاو معايا كيقول كي لي اختي باكي وليتي هكا. دعافيت. ما كيوليتي هكا ضعافيت ما كناكلش علاش كان كنخمم هذاك لي خمام ديالي انا كنفكر في داك الشيء تفكرت فيه خويا لاحني حني علاش لا اختك انا ها أه؟ واختك والحسين بالزنقه راه ما كنش انا خويا عزيز عليا هو هذا هذا هو خويا الزيتو باربع سنين باقي كيقرا ها هو نقولها لكم في وجهه الزيتو من كنا في كسيتو صبتو ما خليت ما درت عليه خويا عزيز عليا انا ماشي غندوز خويا خويا أكبر اللي عزيز عليا هو ها. كي جيت للمدينه مسكين كيقلب كي عليا بالليل ونهار كيقلب عليا كي, يقلب علي. كي الناس كيقولوا كي لها فكت فكتنعس 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 ملي مشى للدار في الكتكاريا المرة الأولى في المدينة، قعدت المرة الكتكاريا عندها جا عندي تال الدار، ديك الساعة كنت حاملة يا رب. كنت حاملة برايان، مسكين عطاني تمنتاشر ألف بس خلص لي شهر ديال الكرا، قال لي هاكي يوم تسافري، تا نهار تولدي شاء الله، راه غنوقف معاك، راه داكشي راه غنديرو معاك أختي راه غنديرو معاك، علاش؟ منا بغيت ترجع لدارنا، داكشي مكبوب عليا بصح. علاش خويا دار ليا سي سحور داروا ليا في العتبه وبقيت انا وبقيت انا بحال بحال الخبز كارم اللي كنهز من طار وحاشاكم كنهز من الطوار وكناكلو ما كناكلش ما كناكلش ملي كنمشي عاد مول كان كنبغي ناخذ ساندويش ب 160 كيربعوا ليا 140 بس كان علاش كنبغي ناكل هداك الساندويش وهداك ما عندوش من يدوز جوج ليا كنبدا نبكي ونبات نبكي ونضل نبكي ونبات نبكي ونضل انا بغيت نبقى بدارنا انا راه قلت لو كيما خوتي انا راه الدار هي اللي ما نبركش فيها الدار هي اللي ما نريحش فيها وانا راه بغيت نبرك مع خويا بغيت نبرك مع والدي بغيت نبرك مع ولدي بغيت نبرك مع امي وانا راه الدار هي اللي ما نبركش فيها داكشي اللي بغيت نبرك في دارنا وهذا خاصني حتى شي خير ناكل ونشرب ونتكسر ونتصبت ما خاصني حتى شي خير وعلاش انا الدار هي اللي ما فيها هذاك اللي مكبوب ليا مكبوب عليا بصح انا راه الدار كان الباب الباء مسلوك كنخلم ما حتى وكان في النهار وكنحل الباب وكنزيد كنخلم حتى كينعسوا كنحل الباب وكنمشي ومني مشي مني بغيت انا بغيت نرجع للدار صابنا الزرقاء هي الدار هي اللي ما رجعش أخوة يا خويا اما خويا في مكه واسمحوا لي بزاف والله يرحم لكم الوالدين علاش كاين شي واحد كيهرب من العيشه الزوينه علاش ما بغيتيش تبقاي في داركم علاش اشنو شنو نبقاو نتسناو ثاني تيجينا تليفون حقه والوضعية عاوتاني دايره زبله اخرى واش نقولوا لك حنا باقيين هذا ما صايبناش لي الوراق ديالو رشيد اختي خصك تعالجي خاصك تبعي العلاج ديالك وتجلسي في داركم راه هذا هو احسن حاجه ديري في حياتك راه هادشي اللي غادي يبغى راه غدا ولا تغدا و تصحاب راسك باقي غدا و كتصغاري راه غدا و كتكبري تيري غدا ولا تهرس منك تجهد ليفك. الله يهديك يا رشيده حنا ما بغينا لك والو حنا بغيناك تجلسي حتى في داركم بغيناك تجلسي في داركم تجلسي في داركم ولا خصتك شي حاجه وما جبتهاش لك ديك الساعه ها هي يعني من الناس كاملين هما هم عندك عشان نقول لك اخويا انا حاجه بعد حاجه وحده اللي كنتمنى انا كنتمنى رشيده اختي تعيش مع ولدها ومع والديها وفي دار والديها والحاجه الثانيه المغاربه كاملين الله يرحم لكم الوالدين والله يجعل ربي يسهل عليكم هانتوما كما كتشوفوا هذا الشيء كامل ها حنا تشوفوا واش تنديروا معاها وما عاد ذلك ما باغاش تجلس في الدار يعني انا ما كرهتهاش تجلس في الدار مع مويمتها ومع باها ومع وليدها ما عرفتش الخير فين كاين عرفتي هذاك الوليد يعوضك يعوضك في ديك 28 ولا خمسة 25 كامل اللي دوزتي هاد ديال العذاب ولكن ما بغاتش اخويا يعني ما ما انا اش غندير انا ما فهمتش اش غندير انا راه عندي وليدها وعندي راك ما عارف عندي جوج عجازه عندي بنت كتقرا ما كنسولش فيها هذيك كاع بصفه عامه تابعه عمها يعني اشنو؟ انا تخويت عليهم انا راه دابت الدار كامله اخويا والله تدوب كامله بالله وراه اختي ما بغاتش تعاونني ما عرفتش ما بغيتش نخدم مع الطريقه ديال سميتو قلت لها حتى هي اصلا هي مقهوره شحال من عام هذا وتزيد تقارها حتى قلت نبقى غادي معاها باللطافه وبالمحنه وبهادي وهي ما بغاتش وهذيك المعيشه اللي باغا هي تعيش راه معيشة عيشه ما وكان هضرت مع دوك الناس كاملين اللي كيشوفوها في الزنقه ولا اللي كيسميتو كيتعداو عليها ولا كاع اللي كيتعداو على الوليات اللي هما في هذه هاد الحاله هذه راه حشومه عيب راه عندك امك وعندك اختك ولا ما عندكش امك واختك غتكون عندك مرتك ولا ما عندك مرتك غيكونوا عندك بناتك يعني بحال هادو انا خويا اقسم لك بالله الا كانت وحده بحالها في رمضان النص ديالها عريان امي باقا باقا حيه حي وكانت صحيحه مشيت حيدت لها السوارت من 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 الطابليه ديالها حليت الماريو وهزيت جوج بيجامات ومشيت سترت هذيك السيدة ولبستها وديناها دخلنا تاكل في رمضان علاش انا ما نقولش مالها حشومة وعيب ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء خلوا الله ينزل علينا الرحمة ديالو خلوا الله ولينا كنشوفو الشمس في شهر 11 عباد الله رحموا رحموا عب رحموا بعضياتكم خلي الله يرحمنا لا الأولى الله يدير لي فيها الخير واختي الله يعفو عليها وانا الله يقدرني هذا ما كان اخويا